هاي ليزا، أنا إياسة جرتي 100 سنة رابعة بمؤسسة الفكر السليم. اليوم سوف أقدم لكم قصة تتعلق بأحد مكارم الأخلاق وهو الجود والكرم. يحكى أن أحد سادة العرب خرج من المدينة رفقة خادمه قاصدا بلاد الشام، واعترضتهما ليلا في الطريق عاصفة أوجاء، فلجأ إلى خيمة منتصبة وسط الصحراء ينبعث منها بصيص من النار. لما اقترب وجد بدويا وزوجته في استقبالهما. كانت علامات الفقر تبدو عليهما نظرا لملابسهما البسيطة وخيمتهم الرثة. بادر البدوي إلى ذبح عزته الوحيدة وأطعم الضيفان. وفي الصباح قبل مغادرتهما أمر السيد خادمه بأن يعطي البدوي كل ما لديه من مال، أنه أجاد عليهما بكل ما لديه من طعام. فلما فتح البدوي وزوجته الكيس وعد ما فيها من نقود، إذ هي 500 دينار، واشترى بها بعد يومين 100 عنزة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يؤمن بالله واليوم الآخرة فليكرم ضيفه. وشكراً.